فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا ألح بقراءة سؤاله فيقول: أشكلت علي مسألة الظل، فما هي أقوال العلماء في مسألة ما ورد يوم لا ظل إلا ظله؟ لا نجيبك عن هذا، هذا تكلف، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أدرك ما أشكل عليك من أمور دينك إلا مسألة الظل؟ سبحان الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.